الزعبي محاولة بعض الأنظمة العربية البحث عن دور لها في سوريا عبثية، وعلى الجامعة إلغاء كل قراراتها بحق سوريا والاعتذار علانية من الشعب السوري وحكومته. С этой же целью мы используем интенсивные встречи и переговоры с зарубежными партнерами, в первую очередь с теми, кто... البداية الناجحة لمؤتمر جنيف 2 تتطلب مشاركة جميع الأطراف المؤثرة بما فيها الإقليمية. روسيا: موقفنا ثابت من حل الأزمة في سوريا، وعقد جنيف 2 يشكل فرصة لوقف العون. النمسا وتشيكيا وسلوفاكيا يجددون رفضهم لمحاولات باريس ولندن تزويد عصابات النصرة بالسلاح، ويحذرون من تداعيات ذلك على استقرار المنطقة. جيشنا الباسل مستمر في قهره للإرهاب ويقصم ظهر إرهابيي النصرة منهم جنسيات غير سورية. أوباما يبرر قتل جنوده لآلاف الأبرياء حول العالم، وناشطة حقوقية تقاطعه مطالبة إياه باحترام حقوق الإنسان. مظاهرات في مصر تنديدا بمرسي وسياسات إخوانه، وتسمم 150 طالبا في جامعة الزقازيق.